يا سمر، أنا مش مصدقة أنا فرحي بكرة. ألف ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. أنا مبسوطة، مبسوطة قوي. حاسة إن الدنيا كلها حلوة قوي. أنا متأكدة إنك هتبقي عروسة زي القمر. إن شاء الله. أنا عايزة يكون يوم ما حصلش. عايزة كل حاجة جت في دماغي تحصل. ألف ألف مبروك يا حبيبتي. مالك، في ايه؟ لا ابدا، اصلا مخنوقه شويه تاني. معلش يا نجله، اصلا انا تعبانه من جوه. المفروض ابقى مبسوطه عشانك، بس مش اي حاجه اسمها مفروض يا سمر. انا مش هبقى مستريحه وانت كده، بس هبقى كويسه صدقيني. عمرك ما هتستريحي وانت في هم في دماغك بالشكل ده. هعمل ايه؟ انت عايزه ايه؟ قولي لي انا هفهمك. اصل علي وحشني جدا وعايزه اشوفه، بس عارفه ان انا مش مفروض اعمل كده. طيب اقول لك على فكره مجنونه شويه. ايه هي؟ قولي لسعيد ان بابا عايز يتجوزك. لا طبعا ما ينفعش اعمل كده. طيب بس ما انت كده هتفضلي محتاره. انت مبسوطه بالحيره دي؟ هو في حد بيبقى مبسوط وهو محتار؟ طيب مالك؟ طيب سيبك من انا، ركزي في نفسك. انا مبسوطه عشانك قوي. الف الف مبروك يا حبيبتي. تابع جميع حلقات مسلسل السبع بنات على فيو.